يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أضاع شخص شيئا في المسجد فهل يجوز له أن يسأل عن ذلك الشيء الإمام وهو في محرابه أو من كان قرب مكان جلوسه، أو أنه إذا طلع الإمام والمؤذن أو أحد من الجماعة يسأل خارج المسجد، من يسأل في داخل المسجد فلا يجوز، لا سؤال علاني ولا سؤال فردي. نعم.